صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا هند. صباح النور مشاهدينا الكرام. يوم جميل مليء بالايجابيات باذن الله. هنتكلم فيها حاجات كتير جدا. عندنا فقرات حلوه متنوعه وعندنا كمان اخبار حلوه في المقدمه. طبعا عندنا مجموعه فقرات متنوعه، ولكن قبل ما نبدا في فقراتنا خلونا نهني كل اخواتنا المسيحيين بمناسبه حد الزعف، وده طبعا كان امبارح، وعلى مدار الاسبوع بيكون في صلوات وترانيم كتيره جدا لغايه لما بنوصل لعيد القيامه يوم الحد الجاي باذن الله تعالى. كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين بصحه وخير وسلام باذن الله تعالى، والسلام يعم على العالم كله. امين يا رب. كل سنه واحنا كلنا مصريين ودايما طيبين. الحقيقه عندنا مع حاجات اخبار جميله جدا وعندنا حاجات ايجابيه. عايزين نبتدي بالخبر الاول. الخبر الاول معايا بيقول مدير صندوق تطوير العشوائيات تسليم 4900 شقه بمشروع المحروسه 1 و2 قريبا. المهندس خالد صديق تفقد اللي هو المدير التنفيذي لصندوق مناطق تطوير العشوائيات ومسؤول متابعه المشروعات بالصندوق مشروعي المحروسه 1 و2، وتفقدوا معا لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، وشدد على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع المحروسة، أعمال الطرق والتشجير وكمان المناطق الخدمية، ليكون المشروع جاهز بإذن الله للافتتاح ضمن الافتتاحات المقررة قريبا. طبعا هو فكرة تطوير العشوائيات وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة ده فكر متطور جدا لنقلة حضارية لحياة المواطن اللي عانى على مدار سنوات كتيرة جدا. المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية قال انه المحروسة 1 و2 بيقع في مدينة النهضة حي السلام الثاني في محافظة القاهرة، وبيضم حوالي 4900 وحدة سكنية وعدد من المحلات والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع، وأيضا خدمات لسكان المناطق العشوائية الغير أمنة. الحقيقة انه تم تنفيذ 52% من المشروع، وشدد على ضرورة الانتهاء من المشروع سريعا بحيث ان هو يبقى يعني جاهز للتسليم في وقت قريب. كمان نقدر نقول انه تم تنفيذ او جاري تنفيذ 3312 وحدة سكنية في 102 عمارة في المرحلة الثانية، وطبعا بيقوم بالتنفيذ وزارة السكان. وطبعا الحقيقة انه مش بس عاملين مناطق سكنية أو عمارات سكنية بشكل حضاري، كمان في خدمات كتيرة جدا بتقدم للمواطن اللي هيسكن هناك، بالإضافة لتخطيط متميز جدا وعلى أعلى مستوى. أكيد في المراحل اللي بيتم تنفيذها في مشروعات صغيرة بتتم جنبها زي إيه؟ حاجات مهمة جدا، في حديقة أطفال، مدرسة ثانوية عامة، في حضانة، في مدرسة ابتدائي وإعدادي، في مستشفى، في دار رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، في دار رعاية المسنين، منطقة الورش والحرفيين. الحقيقة لما بنيجي نظبط من الأول يا هند المدينة بشكل كده، أعتقد إن احنا هنستريح قدام، مش كل شوية بقى زي اللي احنا يعني محافظة القاهرة أو في حي مصر الجديدة أو في أي حي كده، كل شوية تلاقي الشارع بيتفحت وبيتشال مش عارف إيه وبيتحط إيه عشان كنا ناسيين مش عارف إيه أو حصل إيه. فلما بنظبط الحاجة من أولها كده الدنيا بتستريح، وما بنصرفش كتير وما بنكلفش الدولة في حاجات كتير، هي بنكلف مرة واحدة وخلاص والدنيا بتبقى مظبوطة. الجميل في الموضوع انه المشروع كمان معمول على مساحه كبيره جدا، 60 فدان، منها 43 فدان مخصصه للعمارات و14 فدان مخصصه للخدمات، 8.4 فدان مخصصه للطرق والممرات، وطبعا 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامه والحدائق العامه. وده كمان يريح المواطن، لانه برضو احنا عانينا لفترات طويله جدا، او خاصه سكان العشوائيات عانوا من ضيق الامان وعدم تنظيم المناطق، وبنشوف انه في كتير من الاماكن بتقل قوي المساحه الخضراء، في حين انه كل ما بتزيد المساحه الخضراء وكل ما بيزيد الزرع بيعكس حاله ايجابيه على نفسيه المواطن وبيخلي الانسان مرتاح. فطبعا انه ده كله يتحط في الحسبان، وان المساحات تبقى كبيره وان العمارات تبقى مقامه على اماكن مخصصه وفي نفس الوقت مريحه للمواطن، اكيد هتفرق جدا في نوعيه حياه المواطن المصري اللي عانى على مدار سنوات طويله. اكيد. والمساحات الخضراء برضو هند بتدي اكسجين، بتساعد طبعاً البيئه، بتخلي الانسان يعني صحته كويسة، يعني حاجات كتير جدا يعني نقعد نعد لغاية بكرة. والشوارع الكبيرة كمان بتقلل التكدس المروري بشكل كبير. فيعني الحقيقة لما الدنيا تبقى متخططة من البداية المشروع في الآخر يبقى متكامل ويبقى
طالع وفقا لدراسات تم يعني اجراءها على مدار فترات زمنيه، فبالتالي كله بيبقى مظبوط مفيش مشكله. نيجي للخبر الثاني، عوده الذهب الابيض المصري للاسواق العالميه، واعتقد انه ده خبر ايجابي جدا ومتوقع انه يبقى القطن المصري طويل التيله ومتوسط التيله موجود وبيسود الاسواق العالميه باذن الله تعالى. عايز اقول حاجه بس سريعه كده، كلمه الذهب المصري دي انا ما سمعتهاش، الذهب الابيض ما سمعتهاش بقالي كتير، وسعيد جدا ان احنا بنقولها النهارده، عشان فعلا كنا بطلنا نزرع القطن بقالنا فتره، وما كانش في، ولو زرعنا ما كانش في حد يعني ما كانش حد بيشتري المحصول بالشكل اللي كان الفلاح عايزه، وما كناش بنصدر، وكانت تكلفه الزراعه بتبقى عاليه جدا، فالناس بتبعد عن زراعه القطن. دلوقتي رجعنا تاني وزرعنا مساحات كبيره، وباذن الله بنصدر وهنصدر وهنرجع تاني وهنسمع تاني الذهب الابيض طبعا كتير. هو لازم يبقى في استراتيجيه للمحاصيل الزراعيه في مصر بحيث انه يبقى يعني احنا متواجدين في السوق العالميه والفلاح يستفيد، ويبقى في تكامل ما بين الزراعات طبعاً. يعني في بعض الاحيان تلاقي كل المناطق زرعت حاجه واحده، فبيبقى عندك زياده ونقص في حاجه تانية، لما يبقى في خطه متكامله طبعا ده يوفر الانتاج في السوق المصري. الخبر بيقول بشاير عوده قويه للذهب الابيض المصري للسوق العالميه، واتخذت وزاره الزراعه المصريه اجراءات لدعم قطاع القطن الوطني تمثلت في تحسين ورفع انتاجيه الاقطان طويله التيله ومتوسطه التيله، وزياده المساحات المستخدمه في زراعه القطن بانتاجيه 1.4 مليون قنطار. ورغم زيادة الإنتاج إلا أن مصدري الأقطان المصريين أعلنوا عدم كفاية تلك الكميات للطلب الخارجي خلافا لما كان في السنوات السابقة، يعني حتى منتجين القطن بيقولوا لا احنا عايزين زيادة أكتر. هو عايز أقول كمان أن اتحاد مصدري الأقطان المصرية بيطالبوا الحكومة أن ما يقلش إنتاج العام المقبل عن 2 مليون إنتار، خطوه طبعا جميله جدا تهدف لغزو الاسواق العالميه واعاده القطن للعرش مره اخرى. احنا كنا متربعين عرش العالم يا هند، ويعني كان القطن طويل التيل المصري كان بيتحاكوا بيه ولغايه النهارده بيتحاكوا بيه. طبعا كان عندنا بورصه القطن واللي يعني كانت مهمه جدا وكل العالم بيتابعها. صحيح. عايز اقول ان 70% من انتاج مصر من القطن هذا العام سيتم تصديره باذن الله خلاف العام الماضي، فقد كان الطلب يمكن منخفض شويه من الانتاج كان منخفض كمان. احنا بنطلع بالتدريج وباذن الله هنرجع تاني، وده اللي احنا عايزينه، عايزين نستثمر في كل حاجه حلوه بتاعتنا، وحاجتنا حلوه قوي وربنا مدينا حاجات حلوه قوي، بس عايزين نماركتها اكتر ونشتغل عليها اكتر، واعتقد باذن الله انه هيساعد كتير جدا في الاقتصاد المصري. طبعا. نيجي لحلقتنا النهارده، عندنا فقرتين، الفقره الاولى عبور مصر للمستقبل، وهيكون معانا دكتور احمد يحيى شاش رئيس قسم بحوث تطوير محركات الديزل بهندسه القاهره، وهنتكلم معاه بتفاصيل اكتر ازاي نقدر نستفيد من الخبرات العلميه والابحاث العلميه في العبور للمستقبل باذن الله تعالى. باذن الله. الفقره الثانيه نتكلم عن تغطيه الصحف والميديا والاعلام الاجنبي للانتخابات الرئاسيه، في منها الايجابي وفي منها اللي مش ايجابي، السلبي ليه، طب قالوا ايه، طب مين قال ايه، طب تحليلنا للموقف الايجابي، لو كان في اي حاجه سلبيه كان بيبقى في رد على طول من الهيئه العامه للاستعلامات، وده كانت حاجه جميله جدا، وبيانات بتظهر على طول ومخاطبه رسميه لهذه الصحف، لان في بعض الناس كانت ما يعني ما بتتكلش على المراسلين بتوعها، كانوا بيشوفوا كده ويكتبوا من دماغهم. فهيكون معانا الكاتب الصحفي محسن العريش المحلل السياسي، هيكلمنا اكتر ويحلل معانا تغطيه الاجواء الانتخابيه الرئاسيه في الميديا والصحف الاجنبيه باذن الله. على ذكر الموضوع، النهارده الساعه 3 الظهر هيكون في مؤتمر عالمي من خلاله الهيئه الوطنيه للانتخابات هتعلن نتائج الانتخابات الرسميه لانتخابات الرئاسه 2018، وطبعا هي هيئه مستقله تماما، واعتقد كان في رصد على مدار الايام اللي فاتت مؤشرات اوليه، ولكن النتيجه النهائيه ان شاء الله النهارده هتكون الساعة 3 الظهر على جميع القنوات. هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميعا.